اهلا بكم. طب وبعدين هتستفيد ايه؟ هتستفيد ايه لما تتمنظر وتفقد ظهرك؟ هتستفيد ايه لما تعمل صوره وانت بتتهور على الفيسبوك ويكون النتيجه ان انت جيلك انزلاق غضروفي؟ هتستفيد ايه لما تشتغل او تعمل لعبه او حركه معينه وانت مش متدرب عليه؟ هتستفيد ايه؟ هتستفيد المنظره؟ ايه اللي في دماغ الناس اللي بتتهور دي؟ يعني تعالوا نشوف كده. واحنا بنبص التمن بيكون غالي جدا يا جماعه، التصرفات اللي فيها نوع من مثلا حركه ايه دي انا مش فاهم، وده رخر، ده مش جاله عمود فقري، ده فقد كل حاجه، وده برضو يعني ده نزل ده الظهر خلاص انتهى الظهر. ده استفاد ايه؟ يعني ايه المتعه في ان انا اعمل كده؟ ايه الحاجه اللطيفه في ان انا اتهور وبعدين وانا يعني بص ده يعني بيعمل ايه ده؟ الشباب دي ثقافة، يعني أكيد دي ثقافة، ما هو يعني ما تقوليش إن ده طبيعي عقلاني راجل طبيعي اللي يقفز القفزة دي، يعني ما هو خلاص ده جاله كسر أكيد في العمود الفقري. ده مثلا يعني برضو نفس الكلام، إيه الفكرة في الحركة؟ يعني بيعمل إيه ده؟ ده ممكن يتشل. طبعا حكاية الحصانة دي بقى دي موال تاني خالص، يعني وده في مصر على فكرة برضو في تهور اللي هو إيه، يلا بينا نروح نركب حصانة، بيعتبروها طبعا ده يعني انا متهور، ده دفع ثمن غالي في المدارس، الكلام ده في منتهى الخطوره. في مصر كده شله تقول لك يلا بينا نركب، لسه قريب قوي حد بيقول لي يلا نروح نركب حصانه، تقول نعم نركب حصانه يا ابني احنا احنا وصلنا من العمر ارزله، حصانه ايه اللي نركبها؟ قلت له لا ما ينفعش طبعا، يعني لو كان العرض جاي لك من بنت او من ست يعني هتبقى انت ما طبعا متحير ان انت تقول لها ايه، يعني بتبقى محروق، يعني لو واحد صاحبك هتديله على طول يا يعني العب بعيد يا، لكن واحد يقول لك انت مش عارف تركب حصانه، فطبعا انت بتفرد الايه العضلات. اه طبعا ده انا فيلم صلاح الدين كنت انا بركب ورا احمد في مظهر على طول، وتلاقي الثمن غالي جدا تركب الحصان، وفي حصانه مجنونه. يعني انا زمان قوي فاكر من 15 سنه ركبت حصان، الحصان ده كان عنده منتاليتي ديس اوردر، كان عنده جنون، كل ما حصان يجري جنبه يروح هو جاري، اقول له يا ابني انت بتجري ليه؟ هو بيجري انت مالك؟ كنت هقع وقع سواد، كنت هدفع ثمن غالي جدا وربنا سترها ساعتها. انت بتقول انت بتعيب على الناس وانت بتعمل الحركات دي، هي مره بس اتعلمت. لا الحصانه دي خطره جدا. النهارده هنتكلم على الغضروف المرتجع ونشوف القضية المثيرة ليت مع ضيفي العزيز، قيمة علمية كبيرة واسم كبير، وطبعا واحد من سوبر ستار جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات العمود الفقري مش في مصر في الوطن العربي كله، أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي. ازاي اميز ان هذا الالم ليس الم عضلات؟ الم بدا يسمع في ايديك ومعاه تنميل ومعاه خدلان، الحق ده غضروف. اكتر من 80% من غضاريف رقبتك حصل فيها تلف، وتيجي تقول لي اصل لسه حاصله النهارده. القضيه الكبيره انا لازم اتشخص عشان اعرف اتعالج. في ناس تبدا شكوتهم الاولى ان بيجي لهم رعشه في رجلهم. الدنيا بتتقدم، العلم بيتقدم، العلم بيحط لي حلول. لازم يبقى عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض، كل حاجة لها ثمن. ظهر ما بيغفرش، اللي هتعمله في ظهرك وانت صغير هتدفع ثمن وانت كبير. احنا ما ننتظرش ان المعجزات بتتحقق على الارض، ما بتحصلش معجزات، ده علم. بنقول 80 الى 90% من مشاكل الغضاريف في اولها بتيجي بالعلاج. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. الحقيقه الدكتور محمد صديق هويدي قال حته كوميديه، قال لي انت بتفكرني بقصتك دي محمد هنيدي في فيلم بتاع اللي كان عامل فيلم بيلا ودماغه العاليه لما ركبوها بيلا ودماغه العاليه حب ينافس في السبق فهيقع فلزقوه باللزق في السرايا. لا 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 الموضوع صعب جدا. اه ايام الجامعه الكلام دوت ركبت حصان وربنا سترها، ربنا سترها جامد، يعني الحصان كان بتوع نزلة السمان حصانة قوية جدا وقعد يجري،
كلامنا من 20 سنه يعني. كل مهنه ولها ناسها واصحابها، وفي ناس بتبقى متدربه طبعا، في ناس في ناس بروفيشنال بيبقوا محترفين ان هم يعمل ده من غير ما تحصل له مشكله. هي الكارثه بقى في اللي بيتهور وهو ما يعرفش، او زي ما بيقول بيتمنظر، او بتبقى ممكن عن طريق بقى الصدفه يعني، او من طريق قدره او حظه ان هو ممكن يعمل حاجه غلط يدخل في مشكله او في متاهه. والحقيقه متاهات العمود الفقري متاهات عميقه جدا. يعني اللي بيدخل فيها يعني عاده بيعيش معاها فترات طويله. لان هي ثقافه العمود الفقري مش موجوده عندنا، يعني ثقافه الحفاظ على العمود الفقري مش موجوده. يعني تسمع واحد يقول لك انا ظهري بيوجعني بقاله 25 سنه، طب فين في ال 25 سنه عملت ايه حضرتك؟ وهو بيشتغل نفس الشغل ونفس المجهود ونفس الوزن ونفس المشاكل اللي بيعاني منها ونفس الالم ونفس المسكنات ونفس الطريقه اللي هو ماشي عليها، ايه العامل اللي اتغير في حياتك غير ان الالم بتاعك بيزيد؟ لان المواصلات والطرق المدقدقه بتاعتنا والمكسره، الوزن الزياده، الهشاشه اللي ظهرت في العظام، ضعف ووهن العظام، كل الكلام ده كله بقت عوامل ضد العمود الفقري وقوته وصحته. طيب احنا ليه ما ناخدش بالنا منه شويه؟ احنا اللي انا بلاحظه دايما قبل ما ندخل في موضوعنا انه احنا اسوء ناس بنقعد في العالم، يعني حتى اللعيبه بتوع الكوره بتوعنا بيقعدوا على دكه البدلاء غير القعده بتاعت اللعيبه بتاعت اي فريق تاني. اي فريق تاني تلاقيهم قاعدين ستريت، وده راجل رياضي، وده راجل رياضي، وما بالك احنا بقى بنقعد القعده اللي هي بتاعت اللي هو مقوس ظهره كده. شوف الطلبه، شوف الطلبه اللي هم بيذاكروا، يعني بيبقى ده اللي قاعد على المكتب ده انجاز يعني، ده غير اللي بيقعد وهو نايم على السرير وتحت السرير وعلى الارض ورافع رجله ونايم وبجنب وبزاويه، حتى لو قاعد على المكتب قاعد لي بميل، الحاجات دي كلها مرهقه جدا. شوف الشغل يعني احنا بنشتغل، لسه هقول لك في المصالح الحكوميه شوف الناس بتبقى طبعا يعني احنا في العمل بتاعنا اول الكرسي بيبقى سيء جدا، ومش يعني برضه حتى الكرسي لازم يكون كرسي مصمم بطريقه معينه، حتى المرتبه اللي بنام عليها لازم تكون لها مواصفات معينه. العمود الفقري مهم جدا. طيب احنا كم البشر اللي عندنا مثلا في العالم العربي اللي بيشتغلوا مانوال ورك يدوي، الفلاح والمزارع الجميل بتاعنا ده، والراجل اللي في المصنع والراجل اللي في المحجر واللي بيسوق عربيه واللي بيشتغل اعمال يدويه، كل الناس دي كلها شغلها قائم على صحه العمود الفقري وعلى الاطراف بتاعتها. فلما بيحصل مشكله هو ما عندوش الوقت ولا رفاهيه الوقت انه يتعالج. وفي ناس كمان اصلا ما بيلاقوش يعني امكانيه العلاج، لان ساعات العلاج بيبقى مكلف، او الهيئه اللي هو بيعمل فيها ما بتضمنلوش يعني لا الوقت ولا التكلفة بتاعت العلاج. فالناس دي كلها بتعاني، لأن هو العمود الفقري بتاعنا الحقيقة هو ربنا خلقه وحدات صغيرة، يعني تركيب العمود الفقري غريب جدا. يعني تركيب العمود الفقري بتاعنا سبحان الله هو فيه معجزة في تركيب العمود الفقري. العمود الفقري هو عبارة عن وحدات صغيرة متراصة فوق بعضها، يفصل ما بينها مسافات اسمها الغضاريف. الغضاريف دي أول ما تبدأ عليها تحميل زيادة تبدأ الأول تتنفخ حجمها، عارف زي ما ايه لو جبنا حته عجينه كده وقعدنا نضغط عليها وعملنا تحميل عليها تلاقيها بتفرش بتوسع. يبقى الغضروف في البدايه حجمه بيكبر بيتخن بيتضخم وينتفخ، يعني دي المنطقه القطنيه، دي الفقرات، واللي في النص ده الازرق ده اسمه الغضروف. الفقرات مش ماشيه كده او مع نفسها، ده كل فقره مرتبطه بالفقره اللي فوقيها او الفقره اللي تحتيها بمجموعه من المفصلات، وفي غضروف اللي في النص. المفصلات دي مفصلات عظميه، يعني مفصلات عظميه هي اتعملت عشان تدي ثبات للعمود الفقري وقوه، والغضروف يدي ليونه وحركه. يعني دي الحاجتين اللي هم المطلوبين من الغضروف، يدي ليونه ويسمح بالحركه، وفي نفس الوقت ما يضغطليش على العصب الخارج من المخرج بتاعه. يعني احنا بنلاقي دايما الاصفر اللي خارج من العمود الفقري ده بنسميه العصب الطرفي. العصب ده هو اللي بيحمل الإشارة العصبية من الألم والإحساس والحركة والكلام ده كله، بينقلها لتحت للعضلة ويطلع فوق على المخ. لو حصل عليه ضغط يحصل فيه مشكلة. الضغط بيجي من حاجات كتير جدا، لأن احنا آلام العمود الفقري مش كلها غضاريف. آلام العمود الفقري ممكن يكون العظم نفسه تعبان، ممكن يكون المفصل، يعني شايف الأماكن اللي عليها حاجة اللون الأزرق ده، الأزرق ده المفصل نفسه، وده اللي احنا بنسميه التهاب المفاصل. وناس كتيرة جدا بتخطئ مشكلة الغضروف بالتهاب المفصل. يعني عشان كده في ناس في طرق العلاج بتختلف، يعني يقول لك ايه اصل انا بعمل حقن، اصل الحقن ينفع للمفصل ده لكن ما ينفعش للغضروف. يعني الفاسد جوينت ده ينفع معاه ان احنا نجرب معاه حقن، نجرب معاه بلازما، نجرب معاه البي ار بي، الحاجات دي كلها، لكن ما ينفعش معاه ان انا يبقى ده بديل للغضروف، الانزلاق الغضروفي خالص، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. فبالتالي تركيب العمود الفقري دقيق جدا، ومن هنا بقى بندخل في المشاكل. شلنا كتير، عملنا مجهود كتير، بدانا ندخل في مشكله الم في الظهر،
وساعات الالم في بدايته ما يجيش في الظهر، ساعات ممكن يسمع في اسفل الظهر ويجي على جنب كده، يعني نص الظهرات يمين او شمال فوق الهانش كده تلاقي في حته فيها الم، ولما تدوس عليها توجع، ده مخرج العصب من الحوض. ثم يضرب في المفصل بتاع الحوض نفسه اللي هو السكرويليك جوينت، ده يبدا يحصل فيه التهاب. العصب ده بينزل بقى بعد شويه على الرجل لحد ما يوصل للكعب بتاع الرجل، ده بنسميه في لحظه من اللحظات الالتهاب ده عرق النسا، يعني دي عرق النسا، دي مرحله من بدايه الغضروف. طيب انا بشتغل وبوطي وبشيل وبعمل مجهود جامد، عرق النسا ده مش هيفضل عرق نسا، هيتحول الى انزلاق غضروف. الغضروف ده هيكبر له 4 درجات من الحجم، درجة أولى الثانية الرابعة، تمام؟ كل ما يكبر الغضروف بيضغط أكتر على العصب، يبدأ العصب يتأثر، يحصل بقى الألم، التنميل، الحرقان، الخدلان، عدم المقدرة على الوقوف، عدم المقدرة على القعدة. لو وقفت فترة طويلة بتعب، تسمع من ست البيت تقول لك أنا مجرد ما أقف نص ساعة في المطبخ بحس ظهري مقسوم نصين، مجرد ما قعدت على كرسي شوية أجي أقوم مش قادر أقوم، أو القعدة في العربية بتتعبني جدا وبترهقني جدا. بنشوف كل هذه الأعراض وكل هذا الكلام بنسمعه، خلاص بقى ده عرق النسا، ده دخلنا على الغضروف. الدرجة الأولى والتانية من الغضروف قابلين للعلاج بشكل كويس أوي، يعني مش كل واحد عنده غضروف يبقى هيعمل عملية، خلاص ده الموضوع بيتوقف على أنا في أنهي مرحلة. عشان كده ساعات ممكن يجيلك تليفون أو اتصال أو رسالة من حد أصلا عندي غضروف، الكلمة دي ما تحددش طريقة العلاج خالص، أصل أنت في أنهي مرحلة من الغضروف، والغضروف ضغط على العصب بأنه كم، العصب اتأثر إزاي، العصب الحسي ولا العصب الحركي، بدأ يأثر على التحكم في الإخراج والبول ولا لسه، واخد بال حضرتك، بدأ يأثر على مشط القدم بتاع الرجل ولا ما بيأثرش، يعني كل ده عوامل مؤثرة. الألم بيبقى في الظهر بيبقى شعلة نار في الظهر، حرقان وسخونية ووجع، وساعات في ناس ما بتطقش حد يلمس ظهرها، يعني تلاقي مثلا واحد تقول لك انا ببقى نايم في السرير لو حد من الاولاد جه لمسني كده بصوت، واخد بال حضرتك. طبعا احنا بنعمل عندنا المشاكل دي كلها وحياتنا مستمره، يعني ممكن تبقى واحد عندها غضروف قد كده وحامل، وتيجي بقى عيني بتتعذب، هي ما بين نارين، نار الحمل ها ونار العلاج، طب اخد العلاج واذي الحمل ويطلع عنده طفل مشوه، طب انا ما بكتبش علاجات في اول 4 شهور من الحمل خالص بتاتا، ما ينفعش، لان دكتور النساء يقول لك لا ده ممكن له اثار سلبيه، فهكتفي معاك بحضرتك بقربه ميه شويه دهانات بتاع، هذا كل ما استطيع ان انا اقدمه. لكن الراجل اللي هو قاعد بقى طول النهار شيل وحطه في معمار وفي مصنع وواقف على مكنه وموطي، الراجل اللي قاعد شغل مكتبي، يعني المدرس اللي قاعد طول اليوم، وده عدد مش قليل، الناس اللي بيشتغلوا في البنوك، الموظفين في المصالح الحكوميه 5-6 مليون بني ادم، طبيعه حياتهم قاعده وقاعده سيئه، يعني هو ما عندوش الوسائل الرفاهيه، الكرسي الحلو الجميل المتحرك ابو ظهر ساند وبتاع، ما عندوش ده الحقيقه، بيبقى يعني لو لقى كرسي بيبقى يعني كتر الف خيره يعني. فبندخل بقى في المشاكل، جه الغضروف، لحقنا وعملنا عمليه الغضروف او عالجنا الغضروف من البدايه كان به. الغضروف بعد شويه لما بيكبر بيعمل تاكل في المفاصل اللي احنا كنا شايفينها، يبدا يؤدي الى بقى ما يسمى زحزحه فقريه، دي الحاجه الثانيه. طيب دخلنا في المرحله الثانيه بتاعه الزحزحه الفقريه، طبعا هنا الحلول دايما بتبقى جراحيه، زحزحه فقريه او انزلاق فقري تساوي عمليه في الدنيا كلها مش عندنا بس، ونلحق قبل ما نوصل درجه ثالثه ورابعه، لان درجه ثالثه ورابعه حتى لو عملنا عمليه هيظل الالم على طول موجود. طب بعمل العمليه ليه؟ عشان احمي العصب بس، علشان ما يحصلوش بعد كده شلل او سقوط في القدم او تسيب في البول، وما يجيليش بعد كده على كرسي بعجل، يبقى الالم هيفضل موجود معاه، ولكن انا بحافظ على الجزء الحركي في الموضوع شويه. عملنا عمليه، عملناها بعد قد ايه يا دكتور ايمن؟ اللي جه بدري واتلحق حلو وده كويس، ساعات طيب. بعد سنين، طيب انا بعد سنين عملت عمليه ورحنا لحد ما كانش متخصص، او وكلمه التخصص في العمود الفقري دي مهمه جدا، لان مش اي حد هيعمل عمليه انزلاق غضروف، لان سهل جدا اي حد يشيل الغضروف، لكن هل انت عوضت قوه العمود الفقري؟ احنا بندرس في العمود الفقري حاجه بنسميها البايوميكانكس، الميكانيكا الحركيه بتاعت العمود الفقري، الفقره دي هتشيل قد ايه وطبيعه البني ادم قد ايه سنه قد ايه وزنه قد ايه، الكلام ده كله كلام خطير جدا، يعني علشان كده ده اللي يؤدي في الاخر انت عملت عمليه نجحت ولا فشلت. ندخل في موضوعنا بقى، العمليه دي هترد عليك تاني ولا هتفضل عمليه جميله ومحترمه وتعيش بيها العمر كله كويس؟ تتوقف على ايه؟ عندنا عاملين مهمين جدا، العامل الاول في المريض نفسه والعامل الثاني في العمليه نفسها هو الجراح، واخد بال حضرتك؟ الاثنين دول مهمين جدا، يعني ساعات كتيره جدا، يعني ده اهو الغضروف اللي في النص اهو بدا ينفجر، ضغط على العصب اللي هو احمر ده، ده بنسميه انفجار غضروف، واي انفجار في الغضروف ها بيحتاج تدخل جراحي. طيب
مش كل الغضروف بتنفجر، ما في غضروف بيبقى كونتيند وبس بيحصل فيه تضخم، ده بيجي بالعلاج 80% الى 90% ممكن يجي بالعلاج. لكن عندما يتآكل الغضروف ويبدا يحصل الخشونه اللي جوه الفقرات والعظم يبدا يزيد ويضغط على العصب، ما هو كل اللي انت بتاخده مسكن. يعني كل اللي انت حضرتك بتاخده روشته وش وظهر هم ثلاث حاجات، هات يا مسكن يا بسط العضلات يا اما فيتامين. شايف لما بيتآكل الغضروف العظم بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه بيتشوه العظم ويبقى زوايد عظميه وتضغط على العصب جدا ويظل الالم. ونقعد بقى نحكي قصتنا، يعني احنا بنحكي عشان الناس يعني تفهمنا، بنقعد نحكي عن القصه ده. انا بقى لي 20 سنه وانا باخد علاجات لظهري، طب وبعدين عملنا ايه في ال 20 سنه؟ ايه اللي اتعمل صح؟ احنا ممكن نكون عملنا حاجات كتيره جدا. هل سمعنا الكلام؟ هل وزننا نقص؟ هل صلحنا طبيعه عملنا؟ هل كنا بناخد كالسيوم وفيتامينات تقوي العظم بتاعنا، ولا وصلنا لمرحله الهشاشه؟ ودي مشكله في السيدات بقى، تيجي عند سن ال 40 45 النهارده العظم بيحصل فيه وهن في العظام او هشاشه في العظام والغضاريف بتتاكل، ندخل في مشكله ونقرب جدا من موضوع العمليه. طب ما هو هذا التعبير الغضروف المرتجع تعبير قاسي جدا، لانه تمام. هذا التعبير يعني ان المريض هيقول لك طب ما انا عملت اللي عليا، انتوا بتلوموني ليه؟ زي ما بيقول في الاغاني، بتلوموني ليه؟ انتوا قلتوا لي نعمل عمليه، ما انا رحت عملت عمليه وبعدين بعد كده رد عليا الالم وردت عليا المشكله، قالوا لي ده انت عندك غضروف مرتجع. هنا بقى ثلاث اسئله، ما المقصود بالغضروف المرتجع؟ وحضرتك قلت لنا العيب في حاجتين، جناح يمين وجناح شمال، تمام. ايه الجناحين دول؟ كلمه غضروف مرتجع يعني الغضروف اللي كنا عاملينه نفسه رجع، مش غضروف جنبه. يعني هو دايما عندنا في مشكله، ساعات ممكن نشيل غضروف والمريض يبقى كويس جدا، شلنا الغضروف ويبدا يكمل شغل بنفس المجهود ونفس الايفورت ويشيل حاجات تقيله، يبوظ غضروف تاني. هو غضروف في الظهر برضه بس مش هو نفس الغضروف، فده ما بيعتبرش مرتجع. المرتجع ان يعود نفس الغضروف. ممكن يرجع الغضروف؟ بيرجع، لان احنا في الجراحات العاديه انت اللي بتشيله من الغضروف حوالي من 40 ل 60%، يعني عندك في حوالي 50% من الغضروف لسه موجود جوه في الجراحات العاديه. الجراحات الميكروسكوبيه بتشيل لحد من 80 ل 90% من حجم الغضروف، يعني برضه فاضل حوالي 10% الى 20% من حجم الغضروف. لما بتعمل الجراحات الحديثه زي تثبيت الفقرات او الدعامات اللي بتركب او الشرايح والمسامير حتى العاديه دي، انت بتحمي ان ال 10 20% دول انه يرد عليهم تاني. ليه؟ خلاص انا ما عدتش عامل تحميل على الغضروف، فالسبيس المسافه اللي ما بين الفقرات واسعه ومفتوحه، انا مش هضغط تاني على العصب، واخد حضرتك؟ فده بيدي حمايه، الغضروف ده مش هيرجع تاني. طب انا ما ثبتش، ودي بتبقى غلطه في القرار يا اما رفض من المريض. يعني ممكن الدكتور يقول له بص انت محتاج عمليه، ان احنا نعمل لك تثبيت بشرايح مسامير او بدعامات حركيه او حاجه زي كده. لا انا مش عايز اثبت. هيسيب الدكتور يروح لواحد تاني يقول له لا مش هنعمل لك تثبيت، تعمل تثبيت ليه؟ ده التثبيت بيقوله بيبوظ الظهر. بيبوظ الظهر، شكرا. ندخل نعمل العمليه نشيل الغضروف ويبدا الظهر يبوظ فعلا بعد كده. وساعات بتبقى الالام اللي بعد العمليه يعني في المره الثانيه المرتجع اسوء بكتير جدا من اللي كان في المره الاولانيه. يبقى لما نيجي نقول صدمة نفسية جدا. شوف اكبر صدمة نفسية واكبر الم نفسي للمريض ان هو يقرر يدخل اوضه العمليات المرة التانية او التالتة او الرابعة علشان نفس المشكلة. اصل غضروف المرتجع يعني انا عملت للناس للمرة الرابعة بعد ما عملوا ثلاث مرات عند نفس الجراح بنفس الطريقة، يعني كل مرة اقول له بص عندك تليفات هندخل نشيل الغضروف، ويدخل مرة تانية يشيل عظمه ويوسع وكلام من ده ويشيل التليفات ترجع تتكون تاني. يا جماعة ما المشكلة ان العمود الفقري غير مستقر، غير ثابت، غير قوي، فالضعف مازال موجود، فبنفتح مرة واثنين وثلاثة وهو بيبقى خايف. فبنقول انت لو حضرتك عامل عملية، طب ما الدكتور بيقول لك تعليمات لازم ننقص الوزن يبقى خسسه، طب لو حضرتك ما خسستش ما تلومش بقى ان الغضروف هيرد. ما انا بقول لك اهو، ما انا هي ليه كتاب التعليمات؟ يعني انت لما حضرتك تشتري جهاز جديد وقبل ما توصل له الكهرباء حضرتك عندك 110 وحطيت اتحرق الجهاز، دي غلطه مين؟ ما حضرتك انت اللي ما استعملتش الطريقه المظبوط. الوزن مهم جدا، طبيعه العمل يعني في الشهرين الاولين اتحرك وامشي وكتاب بس ما اشيلش حاجه تقيله. طب لما يجي لي واحد بقى بيشتغل وبيشيل كل يوم او بالست بتنزل السوق تجيب لي كيسين في يوم 20 كيلو كل يوم وبتروح بها وهي اصلا اوفر ويت وزنها زياده وعظمها ضعيف، طب احنا مستعجلين ليه؟ طب ما نخس وبعد كده نعمل الكلام ده كله. طيب الزحلقات بقى،
ده بتنظف البيت السيراميك، ده انا بتوضى، ده انا بتزحلق، نزلت في الحمام الواقعه اللي هي مشهوره جدا على المقعده، ها ضغطت جامد جدا، يا تكسر الفقره وتزحلقها يا اما في حمامات السباحه على فكره زحلقها في حمام السباحه. انت شفت الصور اللي كانت موجوده في حمام السباحه؟ اه طبعا حقيقة. ده انا بيجي لي منها حالات كسر في الرقبه وكسر في العمود الفقري مقطوم نصين. حقيقي كل الكلام ده موجود. يجري كوب ام تزحلق او هم بره مفتونين بالتصوير فبيصوروا كل حاجه في حياتهم. في ساعات ناس بتفتح كاميرا فور ذا داي فبتسجل موجود. كل حاجه ده موجود. الكلام ده كله موجود وده حقيقه وبنشوف الكلام ده كتير. يعني ده طب دول في حمامات السباحه ده احنا بيجي لنا من الترع، نط في الترع نزل رقبته اتكسرت. بيجي لنا الكلام ده كتير. واللي بينزلوا مثلا في زي اللي في الغردقه وشرم الشيخ وبتاع هم ما عندوش الخلفيه مش عارف المنطقه دي بيبدا ينط يقوم جاي خابط في صخره ولا حاجه او مش متعود على البسين ده نط ومش واخد باله ان هو مش عميق فخبط في الارض. بيجي لنا من ده كتير. السن السن وعامل السن وعامل هشاشه العظام مهم جدا. يعني دايما السن الصغير بيبقى عظمه اقوى وعضلاته اقوى. كل ما يكبر السن العظم بيضعف والعضلات بتضعف والتحميل على العمود الفقري هيبقى صعب جدا. فبالتالي كل ما بدري نلحق مشكلتنا. يعني لو انا عندي واحد جاله غضروف وهو عنده 20 سنه اعمله دلوقتي ولا استنى لما يبقى عنده 40 سنه؟ لو عملته بدري انا حافظت على العضله الموجوده والعظم الموجود هيفضل بقوته. لكن لو استنيت لحد ال 40 سنه يكون العظم تآكل والمفاصل تآكلت والخشونه زادت طب عملنا العمليه الحاجات دي ما بترجعش تاني. يبقى اذا اول عامل يؤدي الى نجاح العمليه هي المده اللي كان فيها المريض بيتالم. يعني انت بقالك قد ايه تعبان؟ شهر، اتنين، تلاتة، سنه، سنتين، غير واحد بقاله 20 سنه. طيب ال 20 سنه طب بتعمل له عمليه ليه لما انت الالم مش هيروح؟ ما اصل احنا الثقافه عندنا غير بره. هو بره بيبقى فاهم كويس جدا انا بعمل العمليه علشان يحميني من حاجه تانية. عندنا هنا لا، الثقافه مختلفه. ده انا بعمل العمليه عشان ارجع على الزيرو تاني. على الزيرو يعني ايه؟ ده انا ما مشيتش قبل كده وعايز ابدا امشي بقى. السؤال الجماهيري اللي اكيد والناس قاعده بقى وخصوصا المرضى المزمنين بيبقوا قاعدين مع بعض كل واحد بيدلو بدلو وكل واحد بيقول خبرته. الافضل الميكروسكوب ولا المنظار؟ ولا المنظار ولا الميكروسكوب؟ وانا عملتها بالمنظار وانت عملتها بالميكروسكوب فانا افضل منك او انت افضل يعني. هنا المنطقه بقى المهمه مع الجديد في التعامل مع العلاج. 70% من الجراحات على مستوى العالم النهارده بتبقى جراحات ميكروسكوبيه. جراحه المناظير قليله جدا، حجمها قليل جدا. يعني في ناس فاهمه ان المنظار ده بيعمل اللي ما اتعملش، لا هو المنظار بيدخل في حتت محدوده ضيقه، لكن في العظم والقناه العصبيه بيبقى صعب. يعني ده عندنا مريض مثلا عنده انزلاق غضروفي سابه حصل حاجه اسمها زحزحه فقريه العمود الفقري بقى سايب. ما عادش ينفع هنا انك تشيل الغضروف، انا ممكن اشيل لك الغضروف حضرتك بالمنظار. لكن العمود الفقري بقى سايب جدا وبقى ضعيف جدا. فلازم بندخل هنا بنعمل حاجه دي تقويه، دي بنسميها دعامات. الدعامات هي احدث من حاجه اسمها الشرايح والمسامير. يعني هي خلينا ناخدها ببساطه جدا، العمود الفقري لما يبقى ضعيف انا لازم احط حاجه تسنده. السنده العاديه او المتداول او المتعرف عليها اسمها شرايح ومسامير. الشرايح والمسامير فيها مشاكل. يعني مشاكلها كتيره بالنسبه للعمود الفقري، انها نمره واحد بتقلل الحركه بتاعته كتير، لكن دي بنسميها دعامات حركه. المريض بعدها يقدر يتحرك؟ بيقدر يتحرك. يعني بعد شهرين لو هو لاعب كوره بيلعب كوره، لو هو لاعب مصارعه بيلعب مصارعه، لو هو راجل بيشتغل في مصنع هيشتغل، لو هو فلاح هيشتغل. يعني بلاش الحاجه الزياده او الاوفر. اقدر ارجع لحياتي الطبيعيه؟ بقدر ارجع. الدعامات دي بتبقى قويه جدا، الماده بتاعتها اسمها تيتانيوم، ودي بتديني امكانيه عاليه جدا في ثبات العمود الفقري والمحافظه على الحركه، لان انا اتفقنا من البدايه ان العمود الفقري انا محتاجه عشان اتحرك. ومحتاجه ان انا يبقى كويس هيلسي عشان ما احسش بالم. فالجراحات الميكروسكوبيه هي الجراحات الاولى النهارده في التدخلات دي. مشكلتنا لما يبقى عندنا زي ما قلت لحضرتك، يعني في واحد بيجي عنده غضروف، طب ده جميل وده احنا ساعات بنبقى عايزين نحتفل بيه. يعني الحمد لله على السلامه انك جيت بقى. لا ونديك جايزه المريض المحترم المريض اللي جاي بسرعه. ده حقيقي. طب لما بيجي لي عندك ثلاث اربع غضاريف بقى في ظهره، وظهره والقناه العصبيه بقت مقفوله وضيق شديد، وما تلاقيش كده في ظهره بس، ده انت تلاقي في ظهره وفي رقبته كمان. يعني تلاقي عنده غضاريف في الرقبه وفي الظهر، طب انا محتار اعمل لك ايه؟ وهو جاي لك في كلمه واحده عايزك حاجه واحده، يعني الوصفه السحريه اللي هتحل بيها كل المشاكل، ده طبعا ما بيحصلش. انا عشان احل ده الظهر هنا ده محتاج تثبيت، ده بنسميه تثبيت ثلاثي، ثلاث مستويات، طب ما احنا بنعمل لحد خمس مستويات، يعني الفقرات القطنيه ممكن اوصل فيها لحد خمس فقرات اثبتهم هذا التثبيت، ومعانا اشعاعات هوري لحضرتك واحنا عاملين الخمس فقرات.
ثلاث فقرات وفقرتين وفقره احنا بنضمن ان مستوى الحركه بيبقى كويس جدا. اول ما نزيد عن ثلاث فقرات بتبدا مستوى الحركه بعد العمليات لازم نحترمه شويه. يعني ما بيرجعش بنسبه 90 و100%، لا ده بيبقى 70 الى 80%. ده كويس جدا، لان قبل كده انا ما كنتش بعرف اعمل كده، بس يعني ايه بنقول حافظ عليه بقى، لان التثبيت المتعدد ده لازم احافظ عليه، لان عمودك الفقري معناه ان هو تعبان جدا، لازم نحافظ عليه. الدعامات والتثبيتات لها اشكال والوان كتيره جدا. يعني في منها زي اللي احنا شفناه اللي هو التيتانيوم ده، وده اشهر ناس عملوه كانوا الحقيقه الالمان والامريكان. يعني الحقيقه في حاجات تانية كل الناس عملت، يعني الفرنساويين عندهم ده سيستم برضو من السيستمز الفرنساوي الموجوده، ده كويس جدا وفي نفس الوقت بيسمح بقى بالحركه، بس بقت فكرته زي فكره العربيه كده، عامل زي المساعدين. بيركب حاجه زي بنز كده والمساعدين بتاعتها تقدر برضو تتحرك. الفقره ما عادتش واقفه، شوف بتتحرك ازاي الفقره، تتني وتتفرد زي المساعد بالظبط، زي المساعد بتاع العربيه، هي نفس الفكره يعني، بس بقى صغر. بدل المساعد كان حاجه كده بقى عامله مساعد ميني يعني ميني مساعد صغير كده. بتتعدد بقى التركيبات والاشكال، بس مين اللي بيختار؟ احنا بنختار بناء على حاجتين. نمره واحد دواعي الحاله، يعني الحاله بتاعتنا تستدعي ايه فيهم. الحاجه الثانيه مقدره المريض نفسه ومقدره الدوله، لان مثلا لما تيجي تقول علاج على نفقه الدوله، في حاجات غاليه جدا الدوله عمرها ولا في امريكا حتى بتوفرها للمريض. يعني امريكا اغنى دوله في العالم ما بتوفرش الكلام ده للمرضى كده فور فري، لا في حد بيدفع. ما فيش حاجه عندهم فور فري خالص. يعني الفريد عندنا احنا هنا يعني، وبرغم من ذلك الناس زعلانه منه، يقول لك مستشفيات الدوله وحشه وبتاع. طب يا جماعه ما حدش دفع فيها حاجه، ها؟ ومش هتلاقي الكلام ده برضو في اي مكان. يعني واخد بالك، دايما مستشفيات لها امكانيات عاليه مصروف عليها كويس قوي، يعني لازم حد بيدفع، يعني سواء بقى الدوله بتدفع، مؤسسات، مش عارف ايه، واخد بال حضرتك. يبقى اذا نوع التثبيت هيتوقف على المريض بتاعه. طب احنا بننقي دايما افضل الحاجات مع اقل التكلفه عشان ما يبقاش عبء، لانك انت ساعات يبقى المريض نفسه يتعالج لكن هو ما عندوش الامكانيات دي، واخد بال حضرتك، فيستحمل الالم لان ظروف الحياه الثانيه ضغطاه. ما هو عنده مصاريف مدارس الغاليه ومصاريف الاكل والشرب والمواصلات الغاليه والكهرباء الغاليه والميه، يعني عنده اعباء كتير، فلازم يتحرك بدري عشان يجنب نفسه ما يدخلش في، وكل ما بيبقى بدري كل ما الدنيا بتبقى اقرب واسهل الحقيقه. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، ابدعت، ربنا يخليك، خليكم دايما مع الدكتور. ربنا يخليك.